أكو هنالك مجموعة هؤلاء نقلوا كثير من الروايات، وهؤلاء من كبار الثقات، زرارة ابن أعين وحمران ابن أعين وأكثر من 10 من إخوان زرارة، وعندهم أخت واحدة. هؤلاء من الرواة الأجلاء الثقات. العم كان يقول أنا أخمن أن خمس فقهنا يبتني على هؤلاء، يعني زرارة وإخوانه وأخته، هذه المجموعة، تخمين طبعا، هذا خمس فقهنا يعني عباداتنا التي نقوم بها، صلاتنا، حجنا، صيامنا، خمسه تقريبا تخمينا يبتني على هذه المجموعة. تعلمون من الذي جلب هذه المجموعة إلى حظيرة الإيمان؟ ما كانوا مؤمنين، زرارة ما كان مؤمن، حمران ما كان مؤمن، إخوانه ما كانوا مؤمنين، أختهم ما كانت مؤمنة. منو جلبهم؟ رأس الخيط شاب أفغاني يقال له أبو خالد الكابولي، هذا هو رأس الخيط في جلب هؤلاء إلى نور الإيمان. يعني شوفوا فد شاب أفغاني إشلون إلى أثر وإشلون إلى امتداد تاريخي من قبل 1400 عام تقريبا إلى هذا اليوم، ولعله إلى يوم القيامة. أبو خالد الكابولي. واحد يقول أنا ما أتمكن، أنا ما أقدر، الله تعالى ربما يأتي بأبو خالد الكابولي أمامنا يوم القيامة ويقول هذا تمكن وأنتم لعلكم كنتم أكثر قدرة.